أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ضرورة البحث عن استراتيجيات توفر حلولا جذرية لمواجهة التلوث في البحار والمحيطات. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الحوارية الافتراضية التي عقدت تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في لشبونة، حول كيفية إدارة وحماية النظم البيئية الساحلية والعمل على استعادتها، وذلك بحضور إلينا بانوفا المنسقة الأمم المتحدة المقيمة بمصر. وأضافت الوزيرة أن هناك 3% من البحار والمحيطات تبتعد عن الضغوط الناجمة عن الأنشطة البشرية، مشيرة إلى أهمية إطلاق المباحثات الزرقاء لدمج المزيد من المجتمعات حول العالم والعمل على تقليل الضغوط البشرية وأثارها على التلوث في البحار والمحيطات. We'll be right back.